FM. الكل مليك. مرحبا بكم في الكابريس. نبدأ جريدة الصحافة في الصفحة 21. إضافة إلى أنها تدني نسب الانتحار، القهوة تقرر تقلل خطورة الوفاة المبكرة من بعض الأمراض. القهوة راي أبار أن تنقص في الانتحار وتنقص في خطر الوفاة تقليل القذف في 5 دقائق. قهوتي نمشيه للصريح في صفحة 20. استخدام البورتابل لأكثر من 8 ساعات يوميا يسبب العجز الجنسي. وانا نقول في تونس شبيه الريزو طايح. نمشيه للشروق في صفحة 6. حملة أنا تونس. نائب حركة نداء تونس في البرلمان ابتسام الجبابلي عملت حملة اسمها أنا الراعي أنا تونس أحنا تونس أنا مصدقك. ولا حملة نزار مرزوق. قريبا في التونسية في صفحة 5. وزير البيئة يقول قريبا استخراج ذهب من النفايات الإلكترونية. قرى وكتوسكي الإلكترونيك باش نخرجوا منه ذهب. حاجة تفرح اللي باش يعرس كي تمشي تخطب. هز أمك دريم بوك شارجور نوكيا جويد توكل على ربي. ذهب ولا مش ذهب؟ جامبر دريم بوكس شارجور نوكيا جويد. آخر أخبار في الضمير في صفحة 8. تونس تستورد 650 ألف طن من القمح اللين الفرنسي في فيفري 2016. في فيفري 2016 باش نجيبوا من فرنسا 650 ألف طن من القمح اللين اون كونت بارتي رجعوهم فارينا. صحيح ولا مش صحيح؟ ميد نوت العبالي. كانت هذه الكابريس. عاود تسمعوها على راديو كاب اف ام على الفيسبوك. كاب اف ام الكلمة ليك.